احمد السقا وانت صغير، هل انت كنت عامل كده ولا محضر نفسك لانك تبقى النموذج ده بتاع الواد الخدوم، الواد اللي عايز، الواد اللي واخد كل حاجه بجد، الواحد اللي عارف هو عايز ايه من الصنعه لدرجه انه لما حس انه مش هتديله لزع الهاند باج على قفاه وهج؟ صح صح. ايه بقى؟ خدني من الاول وانت صغير. لا من الاول وانا صغير، يبقى هنبتدي من مسرح القاهره العرايس في العتبه بقى في الازبكيه ايام ابويا الله يرحمه. الله يرحمه. مسرح العرايس، البارافانات، وشغل الماريونات. ده بدايه اول حاجه خلتني احب اللعبه، كنت بتفرج عليها. كان عندنا صالون ثقافي بيتعمل في بيتنا كل اربع الساعه 9. الحمد لله كنت يعني الله يرحمه ابويا يعني ربنا يديه الصحه وامي ربنا يخليه، شفت عظماء مصر، شعر، مزيكا، اقتصاد، سياسه، دبلوماسيين، كنت بشوفهم يوم الاربعاء الساعه 9 في بيتنا. والناس دي كلها قاعدين بيتكلموا وبيتجادلوا وبياخدوا اراء بعض بمنتهى الادب وبمنتهى الاحترام وبمنتهى الود وبمنتهى الحميميه وبمنتهى الاصغاء وفئات مختلفه من المجتمع. يعني ممكن تلاقي فلان بيه ومعالي السفير الفلاني الفلاني وفلانه الفلانيه ومدام فلانه والاستاذ فلان والمعلم فلان والحاج فلان وكلهم فكر واحد. ده لان الوالد كان شخصيه عامه حكيمه وبليغه وودوده ومثقفه جدا. هو كان يعني مثقف جدا بصراحه. يعني كان حبيب الناس قوي، رغم انه يعني ممكن الناس تقول لك رئيس جهاز مسرح العرايس او مسرح الطفل ومخرج عرايس وكرتونز ومش عارف ايه وكده، ايه اللي يخليه يقعد مع شعراء، او مثلا قول شعراء ده طبيعي، خبراء اقتصاد وسياسه هو كان سبع صنايع الله يرحمه.